السلام عليكم شباب، احنا يعني نشتغل بسرعة كده التمرين على الشابتر التاني اللي هو بي 16. يمكن ده أصعب تمرين عندنا في الشابتر دوت. هو بنتكلم على هيبقى فيه حاجات محتاجة أري زي السيركل دي اللي عند ديامتر 160، تمام؟ وعندنا معظم التمرين على الأرك، تمام، والتانجنت. ويمكن احنا هنا هنستخدم الجيومتريك ريليشنز شوية زي التانجنت والكونسيدنت والحاجات دي. فهو بسرعة كده أنا عندي السيركل اللي هي دي، تمام، اللي هي سنتر لاين عند دايمتر 160، وبعدين عندي بره كده إيه، في قايل لي إن في 12، يعني 12 أرك الراديوس بتاعهم 20. بعد كده في أرك شبهه الناحية التانية وقايل عليه برضو في منه 12 الراديوس بتاعه 30. العلاقة بين الراديوس ده والراديوس ده تانجنت، تمام. نفس الكلام جوه العكس، يعني هنا برضو 12 في ار 30، وهيبقى اللي بره شويه 12 في ار 20. يعني السيركل دي اللي جوه واللي بره شبه بعض. طبعا اللي جوه دي دايره كبيره وفي سلوت اهو، الستريت سلوت العادي ده. طبعا السلوت ده طوله 80. فاحنا نبتدي كده الاول فايل، نعمل بارت جديد نيو بارت. اوكي، على ما يفتح البارت احنا هنبتدي الاول نرسم الاكسس ونرسم السنتر لاين بتاعنا اللي هو 160. الدائره دي ونعملها اري، دي ما فيهاش مشكله، يعني عندي منها المفروض 12 radius، فدي ما فيهاش مشكله. وبعدين عندي كمان كله 12، فاحنا ممكن نعمل جزء واحد زي ده ونعمل له اري 12 في الدائره كلها. فاحنا الاول سي مثلا نرسم في الفرونت بلين اهو. الاول هنرسم سيركل، السيركل فيه منها المفروض كونستراكشن. نرسم سيركل الاول، المفروض ده السنتر لاين بتاعنا. ارسم دايره، المفروض الدايره دي الفاي بتاعها 160، تمام. اهو احنا بص ممكن نعلم عليها هنا فور كونستراكشن عشان يعملها لي سنتر لاين. والدايمنشنز بتاعتي هي كلها 160 ملي، دي السيركل. بعد كده المفروض هنرسم سيركل تانية اللي هي في النص دي، والسيركل دي المفروض رأسي، يعني هنا اهو احنا رسمنا السيركل دي، يعني السيركل دي الديامتر بتاعها بيساوي 10، ديامتر 20، يعني الراديوس بيساوي احنا لسه ما اخترناش دايمنشن، ماشي. الفاي بتاعته بتساوي 20 مللي كده. الايه الدايره اللي في النص، كل الاصعب جزء، اصعب جزء هنا اللي هو الجزء بتاع الارك. طيب هنيجي راسمين في بعد كده الارك اللي عندي. ممكن ناخد سنتر بوينت ارك، يعني نكبر شويه الجزء ده، الارك ده السنتر بتاعه، عشان بس المفروض الارك والسنتر دول نفس السنتر. كده الارك بتاعي، وهنتحرك جزء اهوت، يعني ده الارك بتاعي، تمام. وممكن واحنا معانا لسه الارك، عندنا ارك الناحيه التانيه، يعني زي سيمتريك كأني بعمل ميرور، يعني المفروض الارك ده والارك ده زي بعض يساوي 30. بعد كده هناخد ارك بس من نوع تاني، تانجنت. تانجنت ارك ليه؟ لان الارك اللي هو قايل الريديس بتاعه 30 ده، ومع ده تانجنت. فاحنا نعمل ايه؟ هنعمل كده، نتحرك النقطه دي، ده تانجنت ارك اهوت، ونرسم من الناحية التانية ايه تانجنت ارك برضو. ممكن نعمل انتر عشان يعمل اندول، الامر شبه الاوتوكاد كده. ده كده يعني حاجة قريبة من اللي المفروض نعملها. تعالى بقى نحط الدايمنشنز. احنا عارفين ان
اللي بره دي ده radius بتاع ده المفروض 39 هنا 26 ده بيساوي 20 برضو ده بيساوي 30 يعني احنا عندنا ده واللي شبهه الناحية التانية السنتر بتاعهم الدايرة اللي في النص، لما ده وده الاتنين تانجنت لي، ودي كمان 30. دي دايمنشنز طبعا. ايه احنا ايه ال البوينت دي ممكن نحركها كده، لان احنا مش مقيدين، احنا بس بنعرفه ان احنا عندنا ان ده radius بتاعه ب 20 وده ب 30 وده وده علاقه بينهم تانجنت، فاحنا بنحرك. تيجي تقول لي طب لحد فين؟ احنا بنحرك اي ابعاد لحد ما نعمل array لل 12 لما ال 12 يقفلوا على بعض. يعني احنا بنظبط تظبيط مبدئي، بعدين هنعمل array ليهم، فعند 12 واحده من الشكل ده هنعمل له array، فاحنا المفروض بنحرك يمين وشمال لحد ما يبقوا ال 12 يقفلوا مع بعض ويعدونا الشكل ده. فده كده حاجة إيه مبدئية عندي يعني. خلاص المفروض الخطوة اللي بعد كده عندي array، وده من النوع الإيه circular array. إحنا عندنا لما بنيجي نعمل array لو نزلنا كده تحت ال entries to pattern، تمام، اللي هو عندنا الأرك ده الأرك ده. طبعا هو اختار حاجة غلط عشان كده إيه البوينت دي اهم حاجه اختارها صح. ايت احنا عندنا البوينت اللي هيعمل حواليها الري اللي هي البوينت دي، خلاص الشكل اللي عايز اعمل له الري اختار من الاول تاني بوينت 2. خلاص عندنا الارك ده، عندنا الارك ده، عندنا الارك ده، عندنا الارك ده، كويس. دول كلهم هنعمل لهم الري. تعالى بقى نشوف، احنا عندنا equal spacing صح، بس عندنا بقى منهم 12 واحده، خلاص 12 شكل من دول، بقول له اوكي. فده الشكل طبعا مش ده الشكل اللي قدامنا تماما، هنعدل فيه. هنعدل فيه ازاي؟ الاول هنا بقى يجي دور اهميه الجيومتريك ريليشنز. انا عندي النقطه دي، اختار النقطه دي مثلا، والنقطه اللي المفروض تلزق فيها دي، الاثنين عملت كنترول واخترت النقطتين دول، دول علاقتهم ايه ببعض؟ المفروض المفروض هيعمل ميرج ما بينهم، يعني الاثنين دول هيحيهم في بعض، والمفروض الاثنين دول كمان تانجنت، يعني خلاص ده وده، خلاص دول ودول كده تانجنت. لو انا هو كده كده العلاقه الريليشن بتاعتهم برضو خلاص بقت تانجنت. نفس الكلام بالنسبه لده، خد بالك انت بتعمل اري، فانت لو عملت واحده الباقي بيتعمل بنفس الايه طريقه مرج عشان الاثنين يلحموا في بعض. فاحنا المفروض دي البوينتس اللي عندنا. هو اسف احنا كمان الاري ما اتعملش كويس، نرجع له السنتر لاين بتاع الدايره ده كده الايه النقط اللي موجوده عندي. dimensions ده كده tangent، المفروض يبقى ده كمان tangent، والpoint دي كمان تبقى tangent. خلاص فالشكل اتعدل شوية. احنا ممكن نعمل array تاني، معلش نسينا الايه circle اللي في النص circle pattern. تاني الpoint دي مهمة، نختار الpoint اللي انا بعمل حواليها array point 2 هنسميها point 2، وبعدين الشكل اللي انا عايز اعمله array circle، وعندي منهم 12 واحده واقول له اوكي. خلاص فدول ايه الدوائر اللي موجوده عندي، وده الشكل
مفروض يعني حاجة قريبة جدا من الشكل موجود عندي. الشكل ده ده السنتر بتاعي، شكل قريب من الشكل. ممكن يعني احنا بس المفروض هنعمل حاجات ايه بسيطة زي ايه، شايف السيركل دي بتاعت الكيرف مثلا، خلاص الدوائر دي السنتر ده خلاص، فاحنا المفروض خلاص دي بوينت. لا احنا مش عايزين كده، احنا هنحس يعني احنا شايف كده الارك ده، انا بتكلم على الارك اللي بره واللي جوه، يعني كل ارك من دي ودي ليه سنتر، المفروض يبقى كونسيدنت او ينطبق على السنتر بتاع السيركل. يعني السنتر بتاع دي ودي اهوت اللي هو ده، لاحظ؟ ايوه خلاص، يبقى نحركه عشان بس الشكل، هتحس ان في حاجه غريبه ظاهره عندك. أتأكد إن ال 12 سيركل اللي عندي انطبقوا تمام كده، منطبقين على بعض كلهم، مفيش حاجة بره السنتر بتاع الدايرة اللي هي 160. تمام. طيب اللي بعد كده يعني هو المفروض الجزء الأسهل بقى، نرسم السلوت. السيركل الأول، السيركل اللي في النص، هذا السيركل، السيركل دي المفروض هو إيه اللي الباي بتاعتها ب 150. هطلع بالدايمنشن ده بره 50، وال بعدين هنعمل سلوت. خلاص عندنا سلوت من النوع التاني، لأن إحنا عندنا السنتر لاين هنبتدي نرسم منه، يبقى أنا السلوت ده النوع ده اللي هو هبتدي من النقطة دي، بقينا أتحرك تمام أي ديستنس، وبعدين إيه أحط الديستنس دي وده أوكي، نحط الدايمنشنز بتاعتي. الدايمنشنز في السلوت دايما بحط إيه الطول بتاع السلوت نفسه اللي هو الستريت، مفهوش سيبك من الكابل اللي بره ده. الديستنس دي هو إيه اللي 40 بلس 40 يعني 80 مللي. خد بالك كمان عندي الايه الراديوس بتاع الكابل اللي بره، راديوس الراديوس بيساوي 10، فيبقى السكنس اكن السكنس بتاع دي، ايوه ده اكن السكنس بتاع ده، احنا كده الراديوس بيساوي 10 اكن السكنس كله بيساوي 20. اوكي، واحنا كده ايه تقريبا خلصنا، فاضل بس ان احنا نعمل ترم للحاجات اللي جوه دي. ترم باور ترم مفيش مشكلة. اوكي بقول لي انت كده هتشيل اجزاء من الدايره، ما فيش مشكله. وعندي المفروض ما شالش ال تمام، ده السنتر لاين احنا كمان اهو خلاص كده. ولا انا نسيت جزء من السلوت ده، خلصنا. لو احنا عايزين نعمل سنتر لاين، بص في لاين هنا في نوع سنتر لاين اهو، بناخد ايه لاين يعني خط رأسي اول، نطلع من الكلام ده كله يعني ده مش مهم طبعا عشان احنا الجيومتريك ريليشنز اللي عندي موجودة. بعد كده المفروض نعمل اكزيت من سكتش عشان نعمل له اكسترود. هو كان قايل لي السكنس بتاع الاكسترود بيساوي 7.5، اكسترود اكسترود هو اي المسافة 7.5، فاحنا نعدل المسافة دي 7.5. طبعا احنا مختارناش الشكل اللي احنا هنعمله اكسترود السكتش ده، هنختار ايه ايوه الشكل ده كمان من جوه تمام 7.5، ونقول له اوكي. يعني دي اسمها المفروض هو ايه اللي هو جنبها جاسكت من الميتال، يعني دي بيحطوها كده عشان تمنع الليكج وبتاع في المصير. المفروض ان اللي بره السيركل اللي بره دي بتبقى اعلى شويه، فانا ممكن اعمل يعني اعمل اكسترود تاني
اهوت، وادخل على السكتش ده. عندي سكتش، يعني خلي دي مثلا 3 مللي المرة دي. هنختار من السكتش، هنختار ايه؟ ممكن نختار الجزء ده. شوفوا، ممكن نجرب إن إحنا ممكن نعمل برضو زي ما هو ده اكسترود 2. ممكن بس نعمل اديت، إحنا ممكن نكون عملنا اكسترود في اتجاه تاني. يعني هو اكسترود في اتجاه تاني، يعني في الشكل دوت. احنا ممكن نضيف له ماتيريال. ممكن أضيف ماتيريال للجزء اللي تحت وماتيريال تاني للجزء اللي فوق. عايز أضيف ماتيريال لكل واحد لوحده، يعني خلينا الجزء بتاع الماتيريال يعني بياخد وقت. ممكن نعمل ايه؟ سيرش على الماتيريال اللي عندنا، دور مثلا على الكوبر، يعني ماتيريال، ولنفترض مثلا لوي ستيل. خلاص، يعني اديت لها ماتيريال. وممكن نيجي من هنا evaluate ونجيب الـ measure mass properties وكده. يعني أتمنى يكون الجزء ده كويس ومفهوش مشكلة، ونشوف تمرين جزء تاني يعني إن شاء الله.